ونبدأ بالاستماع أولا للمدرب تاعهم أستاذ التربية البدنية اللي كان في قمة السعادة، نستمع. الله، بعد عناء طويل الحمد لله سويت الوضعية وإحنا في المطار إن شاء الله باش نسهلوا الحمد لله. نشكر على كل حال، نشكر كل من تدخل في هذا الأمر وسوى الوضعية، من المسؤول ومن حتى من الصحافة مشكورين. الصحافة أيضا، كلنا يعني حتى زملائنا نشكرهم. نروحوا للاعبين، تقريبا حاولنا نختاروا نفس اللاعبين كيفاش كانوا وكيفاش ولاوا بعدما انفرجت الأمور. احنا فقدنا كامل الأمل، كنا في الحومة هكا، ومن بعد عيطونا قالوا لنا بلي نروحوا. احنا ما درناش أهمية باسكو دو فوا هما يديروا لنا هكا، ومن بعد قالوا لنا واش تلبسوا هكا، ثم بدينا نأمن. ومن بعد صباح جبنا تأشيرة والحمد لله، وإن شاء الله البطولة هذه تاعنا. ما زالهم يأكدوا أن البطولة إن شاء الله تكون تاعنا. لاعب آخر اللي يتحدث دائما على هذا الانفراج وعن ذهاب الوفد إلى جنوب أفريقيا. الحمد لله، البارح في الليل عيطوا لنا هكذا، قالوا لنا إن شاء الله تفرى، دونا يمدوا لنا كابا تاعنا تاع الحوايج. نبنا صباح 7:15 هبطنا لتحتات ليمنا كومبلي، بعد جينا الحمد لله مدوا لنا الفيزا ورانا هنايا، ان شاء الله ندوها وربي معنا. والله علي الوجه تاعو تبدل فرافور كيفاش كان. كي كان مسكين تريست ومالورو، كي كان مفبرك، كي كان مفبرك. ودركا كي ولا تريال ريال مسكين يضحك الولد فرحان والله. ترمو فرحو علي والله على وحدك انت تخرج لهم واحد الخرجات. ترمو فرحو يزال سيستي باش ياخذوا هذه الصوره ويغنوا كامل 1 2 3 في فالنسيا. إذن كانت هذه صور الفرحة. لنختموا أيضا بالتصريح ما قبل الأخير لولي الأمر أيضا اللي يقدم رئيس الجمهورية نداءه، يتحدث هو الآخر ويأكد أيضا ما جوزناش كامل الباساج، قال لك نشكروا رجال الخفاء، لم يشكر أبدا لا اتحادية ولا هم يحزنون. الحمد لله البارح جوزنا، جوزنا بلك 4 جوغ 4 ايام شغل لو كومبا ان فري كومبا، وان شاء الله والحمد لله النداء تاعنا وصل. وراك تشوف راهم ليسبري تاع الشباب هنا، راهم شغل البهجه رجعت في وجوههم. قال لك البهجه رجعت في وجوههم. اي حاجه كلارنا دوكا، رانا في رمضان نكذبوا. انا نقول للناس ما تصوموش يرحمونا، انا نفتي لكم اللي يكذب ما يصومش واللي ما يروح ما يصومش، والله رانا نخدع على رقبتي، ما تصوموش روحوا. ابن عمي عيناني ريال اللي كانوا في الكوارت دركا الحمد لله راهم فرحانين يصوم. مام هذا السيد لو بار هذا تبدل شكاش كان يهضر خصي مسكين، شكاش يهضر دركا وعقل فرحان وكذا. ساسي لافنير دو الجيري، ولا ما نخافوش على لي زونفون، ما راناش دي زاتر زوما، رانا عباد مانيش عارف كيفاش سميها كيما حبيت. فهمني، كان راح يروح لهم لو راف تاع لي زونفون هذاك راح في حياتهم. لافريك دي سيد بعيده كانت سيتي نو كازي راح نديرو جابوا لك معلوم. او فرحان الولد شوف او ها شوف السوري راه فيه اللي قدامه الدنيا كاع تضحك. ماشي خير. وانا نقول لك حاجه، انت قلت تليفون روسونا ولا المرض كيما كنت تقول، نتبع كلامك انا. هذا والله غير نشكرهم ألف خطرة، لأنهم اليوم داو حسنة كبيرة، لأن ولات حاجة ريال هاي ليك فريمون. فرحوا الدراري وفرحوا الشباب. لي زونفو كان راح لافريك دي سيد، وكان كانت هذه باسكو لافريك دي سيد ممكن في حياتهم ما يشوفوش لافريك دي سيد. وهذا البرومي بتاتر فواياج بتاتر اللي بعيد، لا تقريبا كلهم بروميي فواياج تاعهم يقعد في راحوا غير لمصر، يقعد في حياته في التاريخ تاع حياته وهذو صحابه كيف. وعلى هذيك انا اللي قلت لك يا ولدي، هادو اللي راك تقول انت المارطو والتليفون احمر، ولا احنا نقول لهم احبابك المارطو والتليفون احمر ديروا لنا
رجال يسيروا كرة القدم، معنى الكلمة يسيروا تاع الصح، خليهم يسيروا ويسيروا وعسوا قعدوا تشوفوا وين تكون حاجة تضربوا، مي خلاص هذا سي 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 تيرميني عيب سي تي نون. نختموا هذا الموضوع بتصريح نعاودوا نوريوه بعد ما سمعنا الكامل الناس واش قالت. نستمع دائما في المطار لما قاله المدير الفني الوطني الذي تحدث والبعثة تستعد للرحيل إلى جنوب أفريقيا. هي ما كان أصلا ما كان حتى مشكل، المشكل المفبرك اللي الناس حبوا يتكلموا باش يتكلموا. احنا كنا درنا إجراءات، هذه هي قنصلية اللي هي عندها السفارة، وأنا نقول اللي عندها إجراءات حسب يعني القوانين تاعهم هما. احنا كنا درنا كل الأوامر اللي كانت لازمة، وراكم تشوفوا اليوم يعني كل شيء راهو تمام. وما ننساوش هذا الشيء اللي ندار في تقريبا 4 أيام، ننجموا نقولوا باللي هذا سي إنجاز سي ريكور ريكور، وهذه سي غراس او بريزيدون لا فيديراسيون الى رومي سياليتير كما نقول قلب الارض والسماء، ودار كاع المجهودات اللازمه ديالو اللي باش اليوم الشبان تاعنا راهم ان شاء الله متنقلين الى جنوب افريقيا باش يمثلوا الكره المدرسيه. وحنايا اليوم رانا باش نعرفوا باللي حتى الرئيس الفيدراليه مد اهميه كبيره لكل ما هو التكوين والتطوير الفئات الشبانيه سواء مدرسيه او غير مدرسيه. نتمنى تطوير الفئات الشبانيه مع اقصاء منتخب اقل من 23 سنه، منتخب اقل من 20 سنه كلهم مقصيين. نتمنى انه حتى يحققوا نتيجه الشبان، ماشي لا دي تي ان ولا فيدراسيون، ما عندهم حتى علاقه لا في تدريبات لا يقراوا في المتوسطه، اون فو با ريكوبيري حاجه. نتمنى لهم يدوا هذوك لي 30,000 دولار، ولكن باش نقولوا انجاز مفبركه تكلمنا عليها، انجاز اننا حصلنا على لي فيزا، هذه بلاد الجزائر تحصل على 20 فيزا الى جنوب افريقيا تعتبر انجاز، ما قنعتنيش بزاف. رضوان انا حبيت نسال مصطفى بسكري اللي نعرفه دوبوي لونطون، جي توجور بوكو دو ريسبي بور لوي، واش كان يخسر وكان قال سمحوا لنا الدراري سمحوا لنا على العناء اللي درناه لكم وحنا درنا واش قدرنا والامر ماشي بيدينا، سي لومباساد كي ديليفر لي فيزا اي فينالمون اون ا ريوسي ا الفال. المهم سي كو الشعب يقبلها باسكو كي تقول انت الناس، هو سي لا فراس كي بلاس ويسا فودريك مصطفى بسكري سيكسكيوز سور سا ا مون افي فودريك سيكسكيوز سور سا، كي يقول باللي الناس غير تهضر. نو الاولياء والتلاميذ هذوما ماهمش يهضروا، حبل على الاولياء قالك علاش يهضروا، ماهمش يهضروا برك هذوما، هم يعبروا على شعور على فلدت اكبادهم. نو جو بونس كو مصطفى بسكري دوفري سيكسكوزي بور سكي سي باسي، والحمد لله اليوم راحوا. والله تذكرت فقط لما وقصينا لما انهزمنا امام الكاميرون بعدها اقل من 48 ساعة، اعتقد انه عمارة شرف الدين انذاك رئيس الاتحادية تحمل المسؤولية، والهزيمة كانت تقنية والاقصاء تقني، وقدم استقالته وقال انا اللي نتحمل المسؤولية مقارنة بما ليس لو نجون قارنوها من الجانب الانساني بما حدث اليوم مع هاد الاطفال الصغار وهاد الابرياء وهاد البراءة. انا نقول على الاقل ما تقولوش احنا نتحملوا المسؤولية ونقدموا استقالتنا، نعتذروا فقط، اعتذروا للشعب الجزائري، شوف اعتذروا لانه الاعتذار من شيء من الرجال وتحمل المسؤوليه. والله لو كان تصريح وكان كان تصريح عادي قال يا جماعه سمحوا لنا ويسمحوا لنا الاطفال هادو، هذه ثقافه ارضوان، يسمحوا لنا الاطفال لاننا شقيناهم جونتيمون والله غالب، ولكن الولاء انا افتكر ارضوان الناس تهضر وكاين هذه مفبركه وما كاش مشكل اصلا. هو كيفاش هاد الناس هادو جبناهم مين جبناهم؟ جبناهم من علي، واش حبيت دير باش نغلقوا الملف هذا ونروحوا الموضوع؟ انا والله نقول لهم لي بارون يهضروا اليوم وغدوه. كنا واحد الوقت في حزب الواحد ممنوع تهضر. صح. اليوم الحمد لله الجزائر عطات حريه التعبير، هكذا يقول. صح، حريه التعبير. لا ليبرتي دو سيكسبريمي. اليوم الحمد لله يهضروا كاع لي زالجيريان اون دروا دو بارلي، دونك لي بارون هما الاولين اللي يتكلموا لان هما الموس وجعهم تخلوهم في العظم ماشي في اللحم، في العظم هما يتكلموا. انا نقول له
لا فيديراسيون ما تستاهلش الشكر باسكو انا ريان في ما تستاهلش الشكر. سامح لي نقولها لك، تعرفني مليح انايا بلي خاطيني الاخر خاطيني يا اخي، تعرفني مليح يا مصطفى، مي نقولها انايا ميريت با تشكرهم باسكو راك عارف بلي ما خدموا والو، او عارف هو او عارف بلي ما داروا والو، ما داروا والو لا فيديراسيون، دونك ميريت با تشكروا. لا وراح بعيد قال لك يعني قلب السماء والارض. ايه ما كان هو في البرنامج باش يسافر معاهم رضوان، ما على باليش جيتومو تاع السفر هذه تاع رئيس المدير الفني الوطني يروح مع فريق تاع الرياضه المدرسيه، نقطه استفهام ونقطه استفهام يعني اخرى. ما كانش حاضر لافاي، ما كانش حاضر لافاي كي كانوا رايحين على لو نون دو مال، فيزا تاعو وجدت كومبارازار، هو وجدت الفيزا تاعو وراح معهم، وراح معهم رئيس الوفد اللي هو مستقل من المكتب الفيدرالي. اعطينا بيان، البيان تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اللي سبق، وهاو البيان شامبيونا افريكان دو فوتبول سكولير ليكيب دو سي ام بلعوش دو برج ملايل سونفول بور دوربا. يا خويا بارك الله فيكم، هاك كي قلتوا لنا رايحين، لكن في البيان كاين امر مهم ومهم للغايه. الامر هذا يقول باللي عاود رجع حالي برك تو اون بليس سامحني برك اون بليس دو لا كانزان دو جوور اي دو لور ستاف لا ديليغاسيون الجيريان اي كوندويت بار مسيو تواتي دردور ممبر دو بيرو فيدرال. هذا مستقيل من المكتب الفيدرالي، هذا السيد شيف دو ديليغاسيون ممبر دو بيرو فيدرال، راهو مستقيل. في المره اللي فاتت كي دورنا كوشينا مع الناس اللي استقالوا قالك نقعد في لاليك تاعي، هاوليك السيد راهو مستقيل، هادو مع الناس اللي استقال، هاوليك سيد دردور هاوليك تواتي مستقيل من المكتب الفيدرالي. كيفاش في المكتب الفيدرالي وفي البيان تاع المكتب الفيدرالي هاوليك الدوكري تاع الكومير قال لك فلان راهو مستقيل، وهنا يقول لك مونبر دو بيرو فيدرال، ما لا ما استقالش. لا لا انت يا واش قلت لك انا في ليميسيون اللي فاتت؟ قلت لي ما نامنش باللي استقال. قلت لك ما نامنش صح. هاوليك لي طوا هاوليك تاع البيان تاع 3 مارس لا فاف سو كونفورم على ريغليمونطاسيون، خليها تمشي. هام الاسماوات اللي استقالوا، هام اللي استقالوا تاع لا ليغ دو ام البواقي، السيد عز الدين بن ناصر تاع مقرا، السيد محمد غوتي تاع ام البواقي، عبد الحفيظ فرقاني تاع بليده، اي مسيو تواتي دردور بريزيدون دو لا ليغ دو فوتبول دو ولايه دو مستغانم. كيفاش اليوم يروح معاهم شاف ديليغاسيون، يروح معاهم شاف ديليغاسيون وهو مونبر دو بيرو فيدرال؟ مكتوبه في البيان يا سيد وزير الشباب والرياضه لازم الوقوف على تطبيق القوانين. كيفاش يروح رئيس الوفد وهو ماهوش عضو، ماهوش عضو في المكتب الفيدرالي؟ صح رضوان، رضوان تفضل ليك تفضل. احنا واش لي ميسيون اللي فاتت ما يشعف وقتاش درناها؟ نعم على هذا الكوميل. اخي قلت لك انا ما نامنش صح، دوك تعطيني الحق. نعطيك الحق، قول لي نعطيك الحق. نعطيك الحق عليك. وكاين قال لي وريت في تصويرتهم كاين واحد ما ديميسيوناش، كان هذيك مازالوا يخدم بلا اكثر، كاين واحد داهم في هذوك الدوائرات، هذوك الدوائرات استقالوا الصفوريات هذوك ام كاين واحد داو يخدم كانتيك فهمني. دونك ما كاش الكيميل، الكيميل اسمح لي نكمل كلمه ونخليك باختصار. طولنا في هذا الموضوع انا كي قلت لك مصطفى بسكري هو اللي ليبر يشكر البريزيدون فيديراسيون، راه حر نحترم رايه، ولكن انا نقول له لا فيديراسيون ما تميريتيش الشكر لاخاطش انت تعب لي ما داروا والو، وهو حر الله يسهل عليه. معاذ فقط البيان رضوان اللي يقولوا انهم راح يتنقلوا الى جنوب افريقيا كانت جمله مهمه، انها تلقات الاتحاديه دعوه من جنوب افريقيا يوم السبت. هي لا جات يوم الخميس فقط. لو نشوفوا نعاودوا نشوفوا، معليش عاود عطينا الكوميني. لو نعاود جات يوم الخميس وقال لك دينا لهم لو سامدي افيت خليها تمشي. بعد ذلك دوزيام بارا لو دوزيام باراغراف بور رابيل لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول افي ترانسمي لو سامدي اون انفيتاسيون بور، هي ماشي لو سامدي لا 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 هي جودي بدليل لانه السيد واش قال لك؟ قال لك وجدنا لي دوسي وديناهم له ما اما قال ديناهم له للدار، قال لك بالخميس كي جاتنا الدعوه وجدنا كلش. ماشي صح حلوا لهم لاميري من بالجماعه، حلوا لهم لاميري بالجماعه باش داروا لي زوتوريزاسيون باترن. وزيد في البيان في الكومينيكي في لا فيديراسيون يكتبوا السبت وهما اتصلوا بالاولياء وبالفريق الخميس. غريبه دواني اعطوني اسمح لي باختصار كلمه لازم نقولوها.
كاين الناس راهي تتمسخر بقوانين الجمهوريه هنايا، وهناك ايضا شهاده زور في البرومي كومونيكي تاع لا فيديراسيون.